هذا وضم معرض البحرين الدولي للطيران في موسمه السادس خبرات متنوعة في مجال تدريس الطيران، استعرض المشاركون من خلالها كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختصة في هذا القطاع. نعم، هذه المراكز والأكاديميات المتخصصة أكدت على أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة للتواصل وبشكل مباشر مع كافة المهتمين بدراسة الطيران بمختلف فروعه ومجالاته. مراكز وأكاديميات متخصصة في قطاع الطيران التقت على أرض البحرين لتستعرض كافة التخصصات التي تضمها مراكزها وترتقي إلى تطلعات كافة الشباب الراغبين في دراسة الطيران بمجالاته المختلفة. احنا في الأكاديمية عندنا عدة برامج فيها تخدم الطيارين ومهندسين الطيران والمضيفين موظفين الأرضيين للمطار، وفعلا بعد أضفنا على هذه الملاحة الجوية وأيضا تدريب الأمن بمطارات البحرين. فبهذه الرسالة إن شاء الله أن احنا نوصل صناعة الطيران لجميع منتسبيها أو اللي يبون يدخلون روحهم في هذه المجال. تخصصات متنوعة تضمها الأكاديميات البحرينية والخليجية احتضنت المرأة وفتحت المجال أمامها لتؤكد على أنها قادرة على العمل في قطاع الطيران بمهنية وحرفية عالية. حالياً وايد عندنا بنات كمهندسات ك أوبريشن الأرضي وحتى ك بايلتس. زين، فإذا كل بنية تشوف هذه الشغلة إن في مرة موجودة في هاي المجال اللي هو كان بحث حق الرجال، حتى في مجالات ثانية بيعطيها القوة عشان تدشهم. فهذه يعني فتح لنا أبواب حق كل المجالات، مو بس كمجال الطيران. الأكاديمية تقدم باختصار تدريب الطيران للأشخاص الراغبين في امتهان مهنة الطيار. طبعا ما يميز أكاديمية أكسفورد عن أي أكاديمية أخرى هو برنامجها الفريد من نوعه. الأكاديمية لا ينتهي تدريبها بحصول الطالب على رخصة الطيارة التجارية كما هو الحال في أكاديميات الطيران الأخرى. نقوم بتهيئة الطالب الخريج لسوق العمل. في معرض الطيران استعرضت هذه الأكاديميات الخليجية خبراتها وقدراتها على إيجاد جيل واعد ومخرجات عمل قادرة على العمل في هذا المجال. أكاديميات ومؤسسات متخصصة في قطاع الطيران تجتمع في معرض البحرين الدولي لتعرض كافة خدماتها وبرامجها التي تقوم بتقديمها لكافة الشباب الذين يتطلعون ليكونوا جزءا من المنظومة التعليمية في هذا القطاع، والذي يعد من القطاعات الواعدة على مستوى العالم. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.